عافاكم الله. يقول: هل إذا عرف الساحر ينصح أم أن دمه مباح، علما أنه لا يقبل النصح ويسبب أذى للناس؟ إذا علم الساحر وثبت عليه السحر فإنه يجب رفعه إلى ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، لقتله وتطبيق الحد الشرعي فيه، لأن الساحر كافر ومأمور بقتله، قتل المرتد وقتل الكافر، فلا يجوز السكوت عليه وتركه إذا أمكن إقامة الحد عليه من قبل ولي أمر المسلمين. نعم.